السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل النهاردة إن شاء الله طاجن بامية باللحمة الضاني، سهل وحلو وصحي وإن شاء الله ينول إعجابكم. أول حاجة عندنا البامية، طبعا البامية بامية خضراء المجمدة، بس سبحان الله أنا بفضل الخضر، يعني دايما الحاجة طازة لها معنى ولها فوائد غير المجمدة. بنحتاج هنا البامية، هنا ما شاء الله عندنا متوفرة صيف وشتاء يعني، وبصل وفلفل واللحمة، طبعا لحمة الضاني أو لحمة الخروف، لو ما فيش لحمة خروف أو لحمة ضاني ممكن نفضل الموزة، لحم بقر بس يكون الموزة. عندنا هنا البهارات اللي هنستخدمها، توم ده أساسي، بس التوم أساسي أساسي في البامية والملوخية، كتير برضو حلو. وهنا معلقة سكر، ودي معلقة ملح، شطة، أربع حبات هيل، طبعا أنا بقسم الهيل ده ما بين اللحم وبين البامية، وده في اسمه إيه ده، لا إله إلا الله، كمون مع ملح. البامية يا جماعة والملوخية يعني في بعض الأكلات ما بتحطش فيها الفلفل الأسود مطلقا خالص، زي البامية زي الملوخية زي السمك، الحاجات دي لا ما ينفعش تحط فيها فلفل أسود، يعني بتغير طعمها، زي الكبدة الكمون هو بيكون أحسن. فزي ما احنا شايفين كده، قلنا المكونات تاني، بامية، بصل مع فلفل اخضر، فلفل ده جميل، فلفل هندي طعمه حلو ومش حار، لحمة ضاني، البهارات اللي عندنا بقى كمون مع ملح، هيل، شطة، ملح، ثوم، معلقة سكر، معلقة سكر دي على التقلية حق البامية، وهنا طماطم بس كده، هي دي مكوناتنا. دلوقتي بقى هعمل معاكم مقمع معاكم كده كام واحدة بامية عشان الناس اللي ما عندهاش فكرة او مش عارفة يعني هي بتتسوى ازاي، فانا هسوي معاكم كام واحدة كده. هناخد البامية كده، نقول بسم الله. شوفوا يا جماعة التقميع ده سهل، بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ من هنا كده من فوق ونمشي كده بالراحة كده، بسم الله كده، اهو اهي هو ده التقميع، بس بنحش الحتة الصغيرة دي، كانت كبيرة قوي زي كده فانا بضطر ان انا اقسمها اتنين كده. نعمل معاكم كمان واحدة. والبامية يا جماعة اللي عايز يعرف البامية اللي معانا دي طرية ولا شيخة يعني كبيرة، بس ممكن يعمل كده لو هو بيشتريها وعايز يعرف يعملها كده، فقطعت معاه على طول خلاص تبقى دي كويسة. يعني انا مش عايزة الاقي واحدة شيخة عشان اوريكم كده، لا برضو كويسة ما شاء الله كلهم حلوين. لما بتكون كبيرة وبنيجي نقطع دي ما بتتقطعش، بتتني، فدي يعرف انها كبيرة. يعني هنا زي ما احنا شايفين، بسم الله اهي كده يجي شكلها حلو، زي ما قلنا دي كبيرة نقطعها نصين، يعني هي الصغيرة اللي ممكن نسيبها، بتكون مثلا مشكلة دي كلها طويلة بتكون زي كده، اللي ممكن نسيبها بحالها بسم الله بتكون زي كده، بتكون زي كده، بس بنخليها زي كده حلوة وشكلها حلو وتمشي يعني وهي كبيرة. اما الكبيرة زي كده لا، بنسويها كده وزي ما قلنا بنقطعها اتنين، عشان ما اطولش عليكم بس حبيت اوريكم. جدر فاضي على النار اللي هو جدر الضغط، يعني هنجيب اللحمه كده بسم الله ونحطها كده فاضي، ما فيش فيه اي حاجه خالص. الطريقه دي حلوه جدا، بسم الله. نحط معاها بصل، فلفل اسود مع ملح شويه بس كده، ونحط كمان حبيتين هيل، دي وردة عندي جميلة جابها لي ابني، من ضمن الطاقة الإيجابية يا جماعة اللي بنتكلم عنها، يعني تخلي جاب عندك في المطبخ أي حاجة شكلها حلو عجبتني. حطينا الهيل هنا بس كده، وبنسيب النار عالية عليه شوية، وبعد شوية ممكن 5 6 دقايق كده نهدي عليها، هتنزل كل المية اللي فيها، وبعد شوية بنحط لها مية، بس تنزل المية اللي فيها الأول، ممكن تقعد على النار حوالي بعد ما نعلي عليها ونهدي بقى شوية، ممكن تقعد 10 دقايق على نار هادية، وبعدين نحط عليها المية تنشف، زي ما قلت لكم نسيبها حوالي 10 دقايق على نار هادية بدل تنشف، بسم الله نحط بقى المية يعني كمان شوية، نحط لها كمان يعني نغطيها. بنيجي هنا بقى في جدر على النار في مية تغلي، ونحط البامية كده بسم الله. الحركة دي يا جماعة عشان ايه، يعني ممكن نقول عشان تتغسل،
ان احنا ما بنغسلهاش، ما هي زي الملوخيه لو غسلناها مش هتبقى ظريفه، وكمان الماده المنخفضه اللي فيها هتروح، فاحنا بنحطها بس في ميه مغليه كده تاخد دقيقتين بس، مجرد ما تبدا تغلي نصفيها بس. هي دي الحركه دي لنظافه الباميه فقط لا غير، يعني عشان نبقى ضامنين انها كويسه ونظيفه ونطبخها على طول. هي المويه بتغلي، يفضل تتحط والمويه بتغلي يعني، بس دقيقه واحده او دقيقتين بالكتير تغلي واطفي عليها على طول واصفيها. هنا البصل قطعناه حتت صغيره، مش صغيره قوي يعني، لازم تكون كده، مش عايزينها تكون في حجم الباميه والفلفل والحاجات اللي هنحطها، عشان لو كان صغير قوي هينزل تحت مش عارف يتاكل يعني، هتحس ان هو نازل في القاع يعني، فكده يعني يمشي مع الباميه اللي احنا قطعينها. حطيت عليها انا بقى شويه ملح وكمون كده زي ما احنا شايفين، نقلبها فيهم كده يعني. حركة الملح والكمون دي جميلة جدا، بتحوش لا اله الا الله، بتحوش الحرارة اللي في البصل، بتخليه طعمه مسكر كده وجميل يعني. يعني دي حاجة مهمة برضو. وزي ما انا قلت لكم قبل كده، سلقت البامية، مش سلقتها يعني، اديتها بس في موية بتغلي على النار، اديتها دقيقتين وبعد كده صفيتها. الدقيقتين دول زي ما قلنا للنظافة بس، يعني هي مش بيفيدوا في حاجة غير اننا بنتأكد انها مغسولة او نظيفة، لان الباميه مش زي الملوخيه ما ينفعش نقعد نغسلها تحت الحنفيه وكده يعني. بس وهنا معانا الباميه اهي بعد ما سلقناها كده سلقه بسيطه، مش سلقه زي ما قلنا احنا بنعملها كده للنظافه يعني. وهنا بنجيب قرن الفلفل اهو، بسم الله الرحمن الرحيم، نقطعه كده يعني، مش عايزينه صغير مش عايزينه كبير، خير الامور الوسط. بسم الله كده في حجم الباميه يعني، يكون في حجمها كده. كده حتت ايه يعني زي ما قلنا تتجانس او تمشي مع حجم البامية. بسم الله. وهنا البصل اللي قلت لكم عليه، حطينا عليه كمون وملح شويه كده، قلبناه فيه، نحطه كده على البامية. بسم الله، بنقلب ده بقى كله ببعضه كده. بنيجي نحط عليها المرقه حق اللحم اللي عملناه من شويه. بسم الله نولع عليها، رجعت الجو بس شوية ورا على النار، وبنسيبها بقى يعني ممكن لو قلنا بالوقت هنسيبها 6 أو 7 دقايق على نار وسط كده لحد الفلفل والبصل والحاجات دي ما تستوي، ونعمل بقى الصلصة اللي بتتحط عليها. وهنا بنيجي في طاقة كده فاضية على النار، بسم الله، ونحط شوية زيت، ونحط الثوم اللي احنا فرناه في الهون. بسم الله الرحمن الرحيم، بنحمره بقى وبنصفره كده، نخلي اللون ذهبي. دي الصلصه اللي هنحطها على الباميه، دي اخر حاجه يعني، وبعدها نحط كله على بعضه بقى، اللحمه مع الباميه مع الصلصه، ونحط كله في الفرن، نحطها بالمساء. الطريقه دي حلوه جدا يا جماعه، وان شاء الله يعني تطلع طعمها حلو. متاخدش حاجة زي ما احنا عارفين، الصوم على طول في ثانية بسرعة يعني. قوي البامية اهي كانت تغلي، وصدرت ذهبية اهي زي ما احنا شايفين. Thank you.
كده كويس. بسم الله. حط الطماطم بقى في رمطها في الخلاط. بسم الله الرحمن الرحيم. عشان الماء قوية والزيت سخن تحصل يعني الحركات دي على طول عادي يعني مش محتاج انه يشتغل لان بتحصل عند كل الناس عادي. احنا بنيجي نحط البهارات بتاعتنا السكر والملح والشطة والبامية بالشطة مالهاش حل بصراحة يعني جميلة لازم اللي مش عايز عادي خلاص مش لازم يعني. بس انا بحبها بالشطة تيجي حلوة يعني. ملح وكمون. بسم الله. تمام كده. السكر برضو يا جماعة معلقة السكر دي حلوة جدا بتخلي التقلية ما فيش فيها لا اله الا الله ما فيش فيها لسعة تخلي الطماطم بتحوش اللسعة اللي في الطماطم الحموضة اللي فيها. بس شوية وارجع لبودي. احنا بقى شلنا اللحمة استوت ما شاء الله حطيناها مع الصلصة بتاعت البامية اهي اللي شايفين كده. لازم تاخد كده غلوه معاها عشان تاخد الطعم يعني بتطلع حلوه بدل ما نحطها كده نشيلها من المرقه نحطها على طول في الطاجن. ف يعني 5 دقايق كده واحطها في الطاجن واحط فوقها الباميه وادخلها الفرن ان شاء الله. وهنا بقى بسم الله بناخد الباميه كده مع البصل مع الحاجات اللي احنا حطيناها مع الفلفل نحطها في الطاجن ده نحط نصها كده تحت. بسم الله الرحمن الرحيم. نحط اللحمة في النص. بسم الله الرحمن الرحيم. الطريقة دي جميلة جدا جدا جدا. والحتة دي كده ناخد برضو الصلصة بتاعت البامية كده نحط منها شوية. ده كله بقى يا جماعة هتكمل بقيت سواها فين في الفرن تطلع جميلة جدا. بسم الله. انا دايما بعملها كده تطلع حلوه ما شاء الله يعني بتطلع الباميه طعمها مسكر كده وحلو. وزي ما قلت لكم معلقه السكر اللي بنحطها دي بتدي الباميه طعم حلو بتديها طعم جميل مسكر كده وحلو. ناخد الباقي بقى كده نحط كده خلاص ما يبغى شيء الا بس تدخل الفرن ربع ساعه كده. الفرن انا مشغلاه حار تحت وفوق على درجه حراره 240 مش بنغطيها ولا حاجة بس بنسيبها كده. بسم الله. زي ما قلنا يا جماعة اي حاجة عايزينها تسقط معانا فوق ان احنا شاطرين وبنعرف نطبخ نسمي نقول بسم الله. بسم الله دي حلوة جدا يعني اي شيء تذكر عليه اسم الله ان شاء الله انه يطلع كويس. نوديها الفرن وبعدين نوريكم بتاعنا بعد ما طلع من الفرن اهو. بسم الله ما شاء الله لسه بيغلي. الفخار يا جماعه من الحاجات اللي بتحتفظ بالحراره جواه ممكن يقعد يغلي كده دقيقتين ثلاثه يعني حتى شكله حلو ما شاء الله وريحته جميله جدا جدا جدا. رجعنا لكم تاني من الشعريه في مره ثانيه اوريكم انواع الملوخ. زي ما قلنا يا جماعه نجاح اي رز عايزين لازم نقلبه دقيقتين او ثلاثه مع الشعريه مع البصل او مع الحاجه اللي احنا بنعمله فيها يعني. نقلبه كده دقيقتين ثلاثه يعني عشان ايه يطلع مفلفل. هو عامه الرز البسمتي ده يعني ما ظنيت انه بيطلع معجن ابدا دايما مفلفل بيشرب ميه كتير يعني لانه بيشرب ميه كتير ف ما شاء الله ما بيخرجش ابدا دايما دايما حلو يعني مع اي حد حتى المرتدين يعني هو بيطلع حلو مع الرز مع الشعريه وبرده احسن من الرز المصري جميل. قلنا نعمله عشان الدنيا شوية ملح صغيرين
مجرد ما يبدا يغلي نهدي عليه. بنهدي عليه يغلي بيطلع الحبات كده وحلوه. بسم الله الرحمن الرحيم. والله ادي الرز اهو استوى ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. استوى الفلفل الجميل. احنا بنقلبه ونسيبه برده شويه. سنه حلو زي ما قلت لكم. الرز ده اصلا يعني ما بيبص مع اي حد خالص، دايما بيطلع حلو. نسيبه بقى شويه كده ولما اغرب بقى اوريكم. الطاجن بعد ما طلعناه بسم الله ما شاء الله مع اللحمه الضاني، يعني ما اقولكوش على الريحه والطعم. وده الرز اللي عملناه والباميه واللحمه وزينا كده، يعني كل واحده بقى وذوقها. اتمنى ان شاء الله انه ينول اعجابكم وتجربوه.